اهلا بكم اعزائي المشاهدين في درس جديد من رياضيات الجبر. خلينا نشوف مع بعض درس اسمه جمع المقادير الجبريه. مبدئيا عايز اقول يعني ايه مقدار جبري. ده قدامنا مثال لمقدار جبري، س اس 2 زائد 5 س ص اس 2 ناقص 4 ص اس 3. المقدار الجبري هو حروف وارقام، او حروف باسس، او حروف مكتوبه جنب بعض وجنبها ارقام بس بينهم زائد وناقص. فاحنا لو بصينا كده س اس 2 دوت اسمه حد جبري، اسمه ايه؟ حد. برافو، اسمه ايه؟ حد جبري. طب 5 س ص اس 2 على بعضه قايل على بعضها اسمه حد جبري، 5 س ص اس 2. وبعد كده في 4 ص اس 3 برضه ده حد جبري. بس خدوا بالكم هنا في زائد وناقص، الزائد والناقص هما اللي بيفصلوا ما بين كل حد والتاني. فالمقدار ده اسمه مقدار ثلاثي، يعني في ثلاث حدود، ادي حد وادي حد وادي حد. وبالمناسبه لما اجي اخد الخمسه دي 5 س ص اس 2 بقولها موجب 5 س ص اس 2، لكن الاربعه دي بقولها سالب 4 ص اس 3. حد يقول لي دي ناقص، بس ما دام مكتوبه كده وجنبها 4 بقت الاربعه دي خلاص بقت سالب 4 ص اس 3. يبقى ده مقدار ثلاثي في ثلاث حدود، وكل حد بيعتبر عيله مع بعضه كده، وده كده، وده الحد الثالث. طب ده مقدار جبري، احنا عايزين ناخد مع بعض جمع المقادير الجبريه. مثال واحد، اوجد ناتج جمع المقدار 2 س اس 2 زائد 3 س ص زائد 4 ص اس 2 على المقدار 5 س اس 2 زائد 4 س ص ناقص 2 ص اس 2. طب دول المقدارين، الاولاني مقدار ثلاثي اهو، والتاني مقدار ثلاثي، وعايز اجمعهم. اجمع يعني اعمل زائد ما بينهم، يعني هكتبهم تاني واعمل ما بينهم زائد. بص انا هعمل ايه في الحل؟ 2 س اس 2 زائد 3 س ص زائد 4 ص اس 2 زائد 5 س اس 2 زائد 4 س ص ناقص 2 ص اس 2. هنلاقي المقدارين اللي هم مكتوبين فوق يبقى زي ما هم كده كتبنا. طيب هنجمع ازاي بقى؟ لما بنيجي نجمع، القاعده الاساسيه في جمع المقادير الجبريه ان احنا نجمع الحدود المتشابهه. يعني ايه الحدود المتشابهه؟ يعني الحد دوت فيه حرف اسمه س عليه اس 2، ادور في كل مساله الاقي حرف اسمه س عليه اس 2، يبقى ده 2 س اس 2 وده 5 س اس 2، اجمعهم مع بعض يبقوا كام؟ برافو، 2 زائد 5. بجمع ارقام 2 زائد 5 بكام؟ ب 7. وس اس 2 تنزل، واوعى ما نكتبش س اس 2 لان مهم جدا انا بجمع الحدود المتشابهه. طب نشوف بعد كده، عندي زائد 3 س ص زائد 3 س ص كمان زائد 4 س ص. طب زائد 3 س ص وزائد 4 س ص بكام؟ 3 و4 بكام؟ ب 7، يبقى زائد 7 س ص. اللي بيعملها بالاله الحاسبه هيكتب 3 زائد 4 هتطلع له 7، وانا عارف ان 7 دي اصلها موجب 7، فهكتب موجب 7 واحط س ص اللي هي الحدود المتشابهه اللي انا بجمعها. طب اخر حدين هجمعهم اللي هو موجب 4 ص اس 2، وبكتبها في الاله الحاسبه 4، بس في هنا ناقص 2 اكتبها ناقص 2، يعني 4 ناقص 2 بكام؟ ب 2. 4 ناقص 2 ب 2، 2 اللي هي موجبه، يعني اكتبها هنا موجب 2 الناتج. بصوا يا جماعه، 4 ناقص 2 بكام؟ ب 2، في الاله الحاسبه تطلع 2، اقصد انها تبقى ايه؟ موجب 2. وطبعا الحد بتاعهم اسمه ص تربيع او ص اس 2، يبقى موجب 2 ص اس 2. بكده كون جمعت. انا هعمل لكم نفس الالوان، وده تحته خط مع ده تحته خط، والازرق مع الازرق، والاحمر مع الاحمر، لكن في المساله طبعا هيبقى كل لون واحد، لكن انا بعمل هنا للتسهيل. يبقى جبنا المقدار الناتج دوت برضه مقدار ثلاثي وفي نفس الحدود المتشابهه اللي هي ايه عندي هنا. ناخد مثال تاني عشان نشوف. اوجد ناتج جمع المقدار 5 س اس 2 ناقص 7 س اس 2 ص اس 3 زائد 4. طبعا الحروف في شكل فيها زي ما هو عايز، بس عايز اجمع على المقدار 4 س اس 2 زائد 5 س اس 2 ص اس 3 ناقص 2. اول حاجه هعملها في الحل ان انا اكتب المقدار الاولاني كله والمقدار الثاني كله، كتبتهم جنب بعض وبينهم علامه زائد عشان بيقول لي اجمع. طبعا في درس هناخده هيبقى طرح وهنتعلمه، بس خلينا دلوقتي في اجمع او اوجد ناتج جمع المقدار، هتبقى دي زائد. طيب نجمع مع بعض الحدود المتشابهه اللي هي 5 س اس 2 تتشابه مع 4 س اس 2، بس هجمعها ازاي؟ هقول الخمسه دي زائد اهي زائد موجوده 4، 5 زائد 4 بكام؟ 9، واحط لها س اس 2 اللي هي ايه؟ نفس الحرف. تمام. الحد الثاني هو ده اسمه سالب 7 س اس 2 ص اس 3. خلي بالكوا اسمه سالب 7، هتقولي دي كانت ناقص. كانت ناقص في اصل المساله، لكن لما اجي احل بيها اعتبرها سالب 7. يبقى سالب 7 اجمعها على زائد 5 او نفس الحدود المتشابهه ديت. يبقى ناقص 7 زائد 5 يبقى ناقص 2، قام كاتب ناقص 2 واحط س اس 2 ص اس 3 اللي هو نفس الحدود المتشابهه. طب اخر حاجه في ايه؟ رقم اسمه موجب 4، والناحيه الثانيه في رقم اسمه ناقص 2، فانا هعمل 4
ناقص 2، 4 ناقص 2 بكام؟ ب2. ال2 دي معناها موجب 2، فقوم كاتبها موجب 2. هذه سهله خالص، لكن نحاول برضو نكتبها ونعملها مناسير تاني. نشوف مثال اخير. اوجد ناتج جمع المقدار 5 ا اس 2 ناقص 7 ب اس 2 ج زائد 8 على المقدار 3 ا اس 2 زائد 12 ب اس 2 ج ناقص 11. طيب هنكتبهم زي ما هم بالظبط، التلات حدود والتلات حدود نجمعهم مع بعض. 5 ا اس 2 هتتجمع على 3 ا اس 2 هتبقى في النهايه 8 ا اس 2، دي اس يعني كده اس 2، 8 ا اس 2. انا جمعت 5 زائد 3، انا مش ملون هنا عشان ايه، نحاول نعرفها بمجرد النظر. طب سالب 7 اتفقنا ليه مش هاخدها 7، هاخدها سالب 7 ب اس 2 ج، ادور كده في كمان موجب 12 ب اس 2 ج نفس الحروف، هبقى عامل سالب 7 زائد 12 تطلع موجب 5، هي بتطلع في الاله حاسبه 5، انا اكتبها موجب 5 ب اس 2 ج نفس الحروف. طب اخر حاجه في عندي رقم موجب 8 وفي هنا ناقص 11، فانا هعملها بالاله حاسبه 8 ناقص 11 بتطلع سالب 3، اقوم كاتب سالب 3 ويبقى كده جمعت المقدار. طبعا شكل الدرس كانه معقد، لكن لما بنيجي نتدرب ونحل عليه بنلاقيه سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل. عشان كده انا عايزك وعايزك تكتبي المسائل من تاني وتحلوها مع نفسكم وتشوفوا الناتج هو ولا لا. وبكده نبص نلاقي نفسنا فهمنا المقادير، جمع المقادير الجبريه. يا ريت تتابعونا. وبكده نكون خلصنا جمع المقادير الجبريه. عايزين نذاكره ونشوف ننتظر الفيديو جاي. من فضلكم اعملوا لنا تعليقات لو في اي اسئله، عايزين نبطئ عن كده، عايزين نزود امثله، اي اقتراح عندكم اكتبوه لنا في التعليقات. ومن فضلكم تابعوا كل فيديوهات القناه لانها مفيده جدا في جميع السنوات الدراسيه. اشكركم على حسن المتابعه، الى اللقاء في الدرس القادم من الجبر مهندس عادل رومان.